مع اقتراب يوم الاقتراع الكبير والمشاحنات بين ترامب وهاريس وحملتيهم ما بتهدى طبعا، وحلقة من حلقات التنافس اليوم عنوانها الظهور العادل على NBC. هاريس طلعت السبت بشكل مفاجئ في البرنامج السياسي الساخر ساتردي نايت لايف على NBC، وتكلمنا أمس عن تفاصيل ظهورها مع الممثلة مايا رودولف اللي هي بتلعب دورها في البرنامج وبتقلدها، وشفنا محاولة يعني إظهار هاريس بخفة دم ولطافة. يعني في ناس عجبهم وفي ناس شافت انه يعني الفقره لم تحقق المشاركه او هذه المشاركه لم تحقق اي هدف مرجو. يعني ظهور هاريس في عملها وهذا ظهور هاريس في SNL عمل لها ازمه خلينا نقول انتخابيه. ليش؟ لانه تم تداول اخبار انه هيئه تنظيم الاتصالات الحكوميه قالت انه ظهورها هذا انتهك قواعد الوقت المتساوي اللي بتحكم المحتوى السياسي في البرامج. للتوضيح طبعا، قواعد الوقت المتساوي كانت وضعتها لجنه الاتصالات الفيدراليه، وبتعني حصول المرشحين على نفس وقت البث ونفس الوقت للظهور على وسائل الإعلام في البرامج السياسية. يعني بلغة أبسط، لو طلعت هاريس لمدة دقيقتين على المحطة لازم توفر المحطة نفس الوقت لترامب، وبالتالي تم اعتبار ظهور هاريس على قناة NBC انتهاك للقواعد ومحاولة من المحطة التلفزيونية استخدام نفوذها لصالح مرشح قبل الانتخابات بكم يوم. وتم اتهامها بالتآمر لصالح هاريس من قبل المفوض الجمهوري الكبير في لجنة الاتصالات الفيدرالية براندن كار، اللي نشر بوست على إكس قال فيه إنه اللي صار جهد واضح وصريح للتهرب من قاعدة الوقت المتساوي، وإنه الغرض من القاعدة أصلاً تجنب السلوك المتحيز والحزبي. ورجع نشر بوست قال فيه انه في انتخابات 2016 نفذت نفس المحطه قاعده الوقت المتساوي وقت ما اعلنت عن ظهور دونالد ترامب، ووقتها قالت علنا انها بتضمن حصول المرشحين على وقت متساوي لو يبغوا. بس اللي صار هذه المره انه هاريس ظهرت فجاه والمحطه ما اعلنت عن شيء، وبدت وكانها بتروج يعني لصالح مرشح محدد له هو يعني هاريس. الجدل اللي صار في يعني هذا كله الجدل اللي بحكي لكم عنه حرك NBC اللي وضحت انه هاريس ظهرت في 90 ثانية مجانية، ومقابل هذا الشيء المحطة عرضت اعلانين لترامب كل اعلان مدته دقيقة ومجانا طبعا، عرضتهم خلال اهم برنامجين ليلة الاحد في فترات تعتبر فيها الاعلانات من الاغلى على المحطات، وبتقدر قيمتها باكثر من $1,000,000 للدقيقة الواحدة. Hello to our great sports fans, and I hope you're having a fantastic time. We're 2 days away from the most important election in the history of our country. We've got to save our country, and it needs saving. It's in very bad shape. The worst economic numbers in generations were just announced 2 days ago. We're losing jobs. We're losing everything, including viability. We're going to end up in a depression based on what's been happening. We've never seen anything like it, at least for the last 40 years. We have to straighten out our country. We have to close our borders. We have to lower our taxes. We have to get rid of inflation. And we're going to do it. Just remember, Kamala and her friends broke it. I'll fix it. Most important election in the history of our country. Go and vote. بس اللافت انه هاريس ظهرت في البرنامج لمدة 90 ثانية ببلاش، بس ترامب لما يعني صححوا وضعهم اعطوه 120 ثانية، يعني زيادة 30 ثانية عن هاريس، يعني كمان ما حققوا مبدأ تساوي الوقت. فنحتاج نشوف لو حتحتج حملة هاريس على 30 ثانية هذه، حنشوف يعني.